فبس بدي اقول لكم الا تقول الكل اللي حضرنا على انستا على غير انستا انه انا بنت بين يعني تعال لك يا راجل من زمان طريقة حكي هيك ايش علي مش انه بتصنع انا بنت غنوجة دلوعة فرفورة يا سلام يا سلام على هالضحكة الحلوة فهشام عن جد بحبك كثير عادي فيك كل يوم تطلع تحكي علي لسه ما شفت شيء يا دنيا خانم ما شفت شيء بنوب ما استبعاد انجي خوري الحمد لله صرت كثير منيحة بفضل فئة جوال بدر والله غريبة ليش غريبة؟ لأنه هدول الاثنين معنهم بني آدمين يعني من شي سنتين بعرفها لجوال بدر وهي الوحيدة اللي وقفت حده جي؟ ليش بقى؟ لأنها فقرة بعيد عنك فيا صبايا يا حبيباتي يا نور عيوني بدي أقول لكم شيء هاتي لشو أنا عندي رفيقة وحدة بربك أنتينتي كانت هي مش قصدي على جوال بدر أنا جوال بدر بعرفها قلت بس ما قلت إنه رفيقتي بحبها كثير يعني وهي هلا وقفت حده لا هذه تستحق احتفالا هاتي الخمرة يا غلام حلو 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 تعالي تصرف فرجي على البنات شو حلوين حتى نشوف كله بحب يعمل مثل الحواجبة يا سلام يا سلام على اسنان اللولو والعيون اللي عم يبرقوا برق